السمكه الوايلد اكواتيك بيرد دي نقرت خدت السمكه دي وقعت منها في الطريق او هي بتطير او جه مثلا العامل اللي في المزرعه وهو بيطير الطيور دي وقعت منها في مزرعه ثانيه بتنقل لها العدوى. طب انا همنع دخول الوايلد بيرد ازاي؟ ده ما انت عندك اوبن انفايرومنت بقى مفتوحه صح ولا لا؟ مش عاوزين نضحك على بعض، هتمنعها ازاي؟ طبعا هو بيجي بالليل في عندي طيور اللي هو الطير الروسي ده بيغطس في المزرعه ياخدها لو هنا ده حوض غطس من هنا عند الباشمهندس عند الدكتور من هناك يروح لامم السمك ده كله بطنه الطابع. اللي شغال عندنا دلوقتي اللي هو العجاج فانت تعمل ايه بقى؟ في الخرطوش غالي المدفع يا باشا بتاع استنى بقى ما انا هقول لك اهو الكربون والمدفع عشان تعرف ان احنا شغالين في الفيلد الكربون وشغل الانبوبه في ريحه وكل ثلاث دقايق اضرب مدفع ما عادين ثلاثه موتوسيكلات لا انت على فكره اسمع ممكن تشغلها اسمع ممكن تشغلها انت كل فتره والله كان واحد متخصص راكب موتوسيكل ويلف كده لا هو ممكن تظبطها ان هي كل فتره تضرب طلق مع الانبوب ماشي يا ريس اللي هو الموتوسيكل بتاعه اللي يقعد يفرقع لا 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 هو بيعمل حركه كده الدكتوره بيبطل الموتوسيكل وهو ماشي بطريقه معينه فيقوم لا 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 كنا بياخد معاه مدفع بتحط له كربون تقرب النار لفتحه فيه صغيره تعمل طلقه نار صوت هي شفت اللي هو السكري عنده هبوط الاكسجين بيتحط فيها كربون هو ده هو ده بيسموه مدفع كربون هم مسكين هم بيعملوها خلي بالك في حاجتين هم بيعملوها الطيور البريه في السمك وبيعملوها فين بقى؟ الغربان بتروح على الجماعه اللي هم الفلاحين اللي بيزرعوا البسله والحاجات دي الخضار عموما بيعملوا الشغلانه دي ممكن يمشي واحد بصفيحه لا ما لا يبقى هيشغلهم طبلاتي بقى طبل الصحون لا دي صعب فماشي يا جماعه فالوايلد بيرد دي مشكله اخر حاجه في الكنترول اللي هي الانفايرومنتال انا لما اجي اصر ابو اردان زي المزارع لما بيحطوا ابو اردان في الميه مش يعني هو ابو اردان على فكره صديق ما بيعملش حاجه على فكره يا جماعه بصوا بقى الحاجه الاخيره في الكنترول لما اجي اصطاد حوض ايه احسن حاجه او عشان اظبط الدنيا عندي لو عندي اصابه قبل كده في قلب الحوض ده ايه اللي انا اعمله؟ انا بعمل درين للميه من الحوض واطلع السمك بتاعي اذا كنت هصطاده او اذا كنت انا هوزع عامل حوض تحضين وهوزع السمك بتاعي بعد كده هوزع السمك بتاعي كده هبيعه ماشي خلاص فلما اعمل درين انشف الحوض بتاعي كويس ما اسيبش فيه بقرة مية حاجتين ليه حاجات كتيرة أول حاجة ممكن البقرة المية دي يكون فيها قرموط سمك استنى بس بالراحة عليا تيجي تحط زراعة بعد كده يجي القرموط وراح لعمل شوية الزريعة يقول لك باي باي يا باشا مشكلة العباس عندكم في الأرض هناك الروبة أنت حضرتك جيت اشتغلت هناك ولا إيه؟ أه كنت زين فدان كان بيسكن المرشد أنا بين المفرق هناك طيب يا مرحبا يا فندم ما المرشد ساب بقى المكان سابه خلاص بقى دلوقتي جت ناس تانية اشتغلت مكانه وانتوا عدلتوا في المفرغ كده تمام عملنا تعديل في المفرغ بس للاسف لا احنا عملنا فرخ تاني سيبنا بتاعكم ده ماشي يا ريس كان مطلع انتاج ان شاء الله محترم وصل الدكتور جمال وصل الدكتور حامد دكتور جمال عزازي دي شخص صديق شخصي راجل محترم جدا جدا حامد راجل 10 على 10 كلكم ناس محترمين الله يخليك يا فندم احنا تحت امرك في اي حاجه فانت هتيجي بقى طبعا ايه تسيب الحوض يجف تاني حاجه نسبه الربه في العباسه في اراضي كده بتعمل الماضي صويل التربه طينيه قوي تعمل ربه جامده ودي مشكله دي مشكله كبيره جدا ليه بقى اما اجي ازود ميه مع تقليب الميه هيحصل التربيده عاليه فطبعا زي ما قلت لكم المض ده بيلزق على الجلز فبيعمل لي مشكله فانت طبعا لازم تجيب الحفار يبدا يشيل جزء منه تمام يا فندم طلع نسبه من المضاد دي طلعها على الجسم تمام بعد كده ممكن اعالج لو انا سبت الحوض جاف يبقى خير وبركه يبقى 10 على 10 يبقى انا اضمن موت اي تطهير يعني اي بيولوجيكال ايجنت موجود سواء سنيل سواء بكتيريا سواء فطريات سواء طفيليات
انا مش هتكلم على الفيروس تمام. لو انا سبت الحوض لما يحصل له كراكنج عمليه تشكيك وحرضته، يا ده انت كده تبقى ابو زيد خالد، خلينا بالعربي كده صح. سميت عملت له حرط وقلبته كمان مع الشمس مرتين كده، وادي له شويه جير بقى، ادي له شويه جير يطهروه. تيجي بعد فضل بعد اذن حضرتك دكتور، كنت في مفرخ العباس اشتغلت فتره الطبوغرافيا بتاعه الارض، الاحواض الاماميه اللي هي سطر الاسماعيليه، لا سطر الاسماعيليه منخفضه حوالي 3 متر عن ما كانتش بتنشف من الميه خالص. ما انت معاك يا دكتور، انا فاهم الكلام ده. لا عندنا انت جيت عندنا المعمل الناحيه الثانيه لا عندنا احنا تجف الدكتور اشتغل هناك، لان احنا عندنا مصارف لما عملنا خبوات وخبوات وشغل، والمصارف تفتح تنزل تنزل كميه المايه اللي انت عاوزها، وتسيب الحوض يجف وتحرض زي ما انت عاوز. وممكن استخدم بعض المطهرات في زي الصوديوم هايبوكلورايد، ممكن يعني على المسكين في حاجه اسمها البافري دي 50 500، دي عباره عن H2O2 زائد سلفر نيتريت. هيقول لك طب هم حاطين عليه سلفر دي بتعمل برولينجيشن للاكتيفيتي بتاعه ال H2O2. السنيور ده عشان يقتل الارمود. ايوه ده مش علاج، انا بقول لك انا عاوز اطهر. اللي هي البقر للحاجات، يعني مثلا هقول لك احنا عندنا حوض في العباسه مزروعه قمح، الجزء الروبا اللي انت شفته ده، عارف ايه، في وقت الحر زي كده تلاقي القرميط طالعه من الروبه وقاعده تلعب تحت القمح. ما انت القرموط بيحصل ايه؟ اير ريسبيريشن، ممكن يتنفس عن طريق، ممكن يقعد 24 ساعه بره الحوض عايش. في اكسسوري لانج، الاكسسوري لانج دي بتخليه يتنفس، بيعمل كونتاكت مع الهواء زيك زيه بالظبط. دكتور حضرتك قلت بفريدين 50 500 اتش 2 او2 مع ايه؟ مع سيلفر. سيلفر دي فايدتها حاجه واحده، الجماعه الالمان اشتغلوا عليها يا جماعه، دي بتعمل برولونجيشن للاكتيفيتي بتاع الاتش 2 او 2. فعندنا بقى الفيزيكال كنترول يا جماعه، ان انا ايه بعمل فلاشنج وترانسفيرنج والهيت ميثود، دي حاجات كلها طبعا زي ما قلت لكم، يعني انا لو حرضت وظبطت الدنيا دي كلها هتبقى الدنيا ماشيه زي. نخش بقى على الكيميكال، لو انا عاوز استخدم حاجات عشان تقتل اللي هي المونوجيني، صوديوم كلورايد. يعني يفضل لما تيجي تنقل ذريعه من المفرخ عشان تستزرع في احواض التربيه عندك، المفروض ان بيكون عندك حوض تمام، برافو يا دكتور، بتحط ممكن تحطه فيه صوديوم كلورايد، ممكن تحطه فيه بوتاسيوم برمنجانيت، في ممكن تحطه فورمالين، بس على حسب. ممكن عمليه ديبنج، اغطس واطلع بس تغطيس سريع، مش هسيبه بقى في التركيزات عاليه لان انتوا عارفين ان بخاصه في عيب في هي كويسه قوي البوتاسيوم برمنجانيت كويسه، بس فيها عيب واحد ان هي بتخلص اكسجين. برافو يا فندم، ان هي بتاكل اكسجين في الميه بسرعه، يعني انت لازم تعمل ريشن بالاكسجين، هتزود الاكسجين خلاص. الملكات جرين ده كونترا انديكيشن، لو حد يقول لي انا استخدم ده طبعا ده كارسينوجين، انا مش هو مكتوب كده عشان يعني احنا بنتكلم، ما قلت لكم ده حاجات من الاكاديم يعني في الفيلد، ده حاجات اللي انا اشتغلتها ولا اشتغل بيه. الملكات جرين بلاش، انا عاوزه اوريا ده اكتر مركب حفظناه في بلاش، لا حفظنا، ما انا بقول لكم لا انسوا زي ما حفظتوه انسوا. والفورمال ده هيك برضه، هو الفورمالين حلو، بص حضرتك حلو، ولكن هو له ديفكت على ايه؟ على الانسان اليوزر. برافو يا دكتور، لان انت بتشم بيعمل الريتيشن للميوكس ممبرين بتاع العين والنوز او الريسبيراتري سيستم، بيعمل لك التهابات. تاني حاجه لو لطي ايدك بيموت الطبقه، لما اجي اعمل عينات هيستوباثولوجي، عشان انا برضك انا معاكم لحد اخر لحظه، بعمل هيستوباثولوجي بحط العينه داخل الفورمالين ليه؟ ها؟ عشان يحافظ عليها، بتنشف وكمان بتمنع ان هي مثلا يحصل لها بوتروفاكشن والكلام ده، عشان يحفظ العينه بتاعتها، بينزع بيروح نازع منها الميه، ما دام الميه اتنزعت منها تبص ايدك كده تلاقيها شققت، ايه اللي حصل لي؟ ما هي دي مشكله الفورمالين، هو كويس وكل حاجه، ولكن ان هو بيبوظ السكين بتاع اليوزر. وتاني حاجه ان هو بيعمل الريتيشن للميوكوس ممبرين بتاع الريسبيراتري سيستم والاي،
يعني انت تبقى حذر جدا، لابس جلوفز في ايديك، ما يخلوش ما فيش اي ابخره تطلع يا متعينك من بعيد، حط العين. ما انا بقول لك اهو، وبعدين بيقول لك ايه، ابعد عن الشر وغنيل. صح، ما استخدموش برضه في درجات الحراره العاليه. اه خلاص. في بقى يا جماعه عندنا الهلمنس، انت زهقت ولا ايه ولا لسه شغالين؟ لا ده انا عاوز اخش لكم على الفطريات، لان هو ده كله انا مش عاوز اقول لكم يعني، بس عشان ما تزعلوش يعني هكلمكم على السريع، بس عاوز اخش لكم في الطفيلي الفطريات اللي هي الوتر مول، او اللي هي بسماها وينتر كيل ديزيز، لان هي فعلا بتعمل مورتالتي ممكن 60% من التفريخه بتاعتي. يعني لو عملت تفريخه ممكن تضيع مني نصها. انا مجمع بيض يجي مليون بيضه، يطلع الفاس الهاتشابيلتي تطلع 50%، يعني 500 المليون ادينا 500000. اه دي مشكله الفطريات عندنا في مصر. الهلمنسز يا جماعه، تريماتودا الديدان المفلطحه، والسيستودا الحلقيه، والنيماتودا المدوره، والاكانسفالا، والاناليدا. يعني احنا هقول لكم على الحاجات اللي هي ممكن تشتغل معانا. التريماتودا اللي هي ايه، عندي المونوجينيا اللي هي بتحتاج 1 انترميديت هوست، دايجينيا اللي هي 2 انترميديت هوست. على السريع بس كده حاجات تبقى ايه عارفين. اه الدكتيرو جايرس، هما حاجتين اتنين بس اللي هو ممكن تلاقوا، الدكتيرو جايرس والجايرو دكتيرس، وهما ايه دول بيعمل انهبيتد للصيد بتاعهم للجيلز، اللي هي الدكتيرو جايرس والجايرو دكتيلس انهبيتد للايه؟ السكيم. فدي طيب انهبيتد، هنقول انهبيتد للجيلز هتعمل ايه؟ هتعمل ريسبيراتوري مانيفستيشن، ديفيكالت في ريسبيريشن، السمكه الاعراض اللي هتظهر عليها سويمنج نير تو ذا سيرفيس، جاسبنج اوف ذا اير، فود ايريتانت، تمام. السمك كله هيتجمع حوالين اللي هي الانلت اورفيس او فتحه الري اللي موجوده عندي. بالنسبه بقى للسكين فلو زي ما قلت لكم هتعمل ايه؟ هتخلي السمكه برضك ايريتانت، ريستلسنس، سمكه قلقه، الارت، سمكه قلقانه في قلب المي، بتعمل رابنج اتس سيلف اجينست سوليد اوبجيكت، ان هي بتحك جسمها ضد الحاجات الخشنه، يعني بتحك واحد زي ما بقول لك واحد ده جربان هيقعد يحك في الحيط. خلاص؟ بالمعنى الصح بقى. فدي مشكله طبعا لما بيحصل الاسماك بتحط رابنج ات سيلف اجن سوليد اوبجكت، هيحصل سكيلس لوزس او سكيل لوزس بالقشور بتاع، هيحصل ابريجن، هيحصل اروجن، هيحصل السر، هيحصل انتري للبكتيريا او الفطر. خلي بالكم من دي. هو دايما يقول لي ان البكتيريا في عندي بتبقى برايمري انفيدر وسكندري انفيدر، ان البكتيريا بتخش على السمكه بتبقى رقم واحد. يعني مثلا يجي يقول لك ايه، انا عندي خليه، مين اللي يخش يتغذى على الخليه الاول، او مين اللي يلتهمها الاول وياخد كل نعيمها وخيرها؟ الفيروس. مش عندنا علمونا كده؟ يقول لك الفيروس يخش يعمل اصابه، ياكل كل محتويات الخليه ويسيبها ويطلع. ايه اللي يخش يترمى من اللي بعده؟ البكتيريا. ايه اللي بعد البكتيريا؟ الفطر. اللي بعد البكتيريا بتخش الفطريات. ففي الحالة ديت لما بيحصل إصابة في السكين بالذات، هنا البكتيريا زي الفيبريو لما بتيجي تظهر في الدنيس والقاروص، خلي بالك لما بيصاب بالإيه؟ لما سمك القاروص يصاب بالأمل السمك اللي هو الكراستيشن برازاي، بتبقى للطفيليات دي بتبقى ليها أنكر بتثبتها داخل المصل بتاعة السمك. لما بتثبتها السمك عماله تحك وكده وبتعمل بايتنج، تلاقي مكان العضه باين وفي نزيف حوالين هيموريج اراوند ذا بايتنج زون، فتبدا بيحصل السكيل لوسز وبريجن والسر، يبدا البكتيريا تخش سكندري انفيدر. ولذلك الفيبري بالذات بتعمل 90% مورتاليتي من اسماك المايه المالحه. يعني دايما اللي بيهدد استرجاع السمك كويس جدا جدا، بس مشكلته في حاجتين اللي هي الفيبريوزس وطول المده بتاعت الاستزراع. ايوه يا دكتور، ما انا هقول لك اهو، طول الفتره هو حلو وكويس وخالص وفي ربحيه عاليه،
بس بتحصل فيها الموت مفاجئ. ما هي شفتها شوف عند عارف عند رجاء غانم تمام كده حضرتها. انا حضرتها كنت هناك قبل ما اسافر الحج بيوم واحد، فقلت له اتصرف بقى لان كده خلاص انا مسافر بكره. اشتغل كتير ونشر بقى ايام بقى يحط تانيك اسيد ويعملوا سبراي على سطح المايه. لما حصل اللي هي البلو جرين الجي، مشكله البلو جرين الجي لما حصل لها ازدهار فلاورنج، زادت البلو جرين الجي واتجمعت الطحالب الحمراء الريد الجي واتجمعت وفرزت السموم بتاعتها، عملت له مشكله. حليناها ازاي؟ بالتانيك اسيد. نرش البحيره. طب ما انت هتموت السمك، طب انت ما عملتش حاجه، والبحيره دي حاجه فاليبل يعني، ده حاجه كويسه لو الحد راح هناك الفيوم وشاف الدنيا هناك عامله ايه، وفيها سمك موسى وفيها طبارة وفيها بوري وادي الريان. نزلت وادي الريان تحت. طيب يا باشا كده تمام، حاليا البحيره ما فيهاش حاجه خالص، خلصت ربنا يستر. ما تتكلميش التلفزيون بيصور. لا بس الهيئه على فكره نزلت جمبري، زرعات جمبري على اساس الجمبري يتغذى على الايزوبودا. على الايزوبودا عملت مرتين او ثلاثه يا جماعه ده حقيقي. لا لا استنوا استنوا كلام الدكتوره صح صح. ما هما بصي هما بعتوا قالوا اللي عنده فكره يجي ينفذها على مستوى كل مراكز بحوث الاسماك. غزت البحيره بالشرام ثلاث مرات عملوها، وجي بقى دخل رمضان والجو حر ما قدروش ينقلوا الزريعه من السويس طبعا لحد البحيره. طب ما جابوش من اسكندريه ليه؟ وتبقى قريبه ليهم. السويس الجمبري بتاعها هو بالنسبه لنا متوفر لهيئه السرور، فنقلوها مر يعني ثلاث مرات. يعني هم عملوا هنا يا جماعه، انا كلام الدكتوره هنا البيولوجيكال كنترول، يعني انا بعالج كائن بكائن مكافحه بيولوجيه، ما بدخلش حاجه ثانيه. بس هي البحيره المنسوبه الميه كمان قل. هو لو في ميه عذبه، لو في ميه عذبه زي جماعه اليابانيين لما راحوا بحيره السد حطوا جابوا انواع سمك ثانيه عشان تقضي على حاجه بوظت الليل. لا بس دلوقتي في مشروع ثاني اللي هو مشروع الفلاتر الميكانيكيه على مصرف البطس، عشان هو مصرف البطس اللي بيغذي. ما هي هو الاصل الايزوبودا دي بتيجي عن طريق مصر. تمام ماشي. دلوقتي الهيئه برضو عامله مشروع تاني يمكن الاخوه كلهم ما يعرفوش، اللي هو تركيب فلاتر على ميكانيكيه على المصرف البطس اللي طيب. هو حاطين ايه في الميكانيكال ميكانيكال؟ ايوه حاطين يعني حاطين مثلا سوداست ولا حاطين ساند و اللي هو ساند وزلط رمل وزلط وهو زلط جميع الاحجام ما فيش ساند اصلا. شفته يعني حاطين زلط. احنا خدنا عينات من هناك. طب هما بقى لو حطوا دي بعد اذنك لو عايزه توصليها برضو هيحطوا الزلط ويحطوا بعد كده ايه فلتر السوداست اللي هو نشاره الخشب يا جماعه لما تنضغط دي بقى هتمنع منعا باتا. اول مره اسمع اللي ده موجوده يا دكتوره، ده موجوده السوداست يا دكتوره. هينفذ الميه مش هينفذ الاكس بتاعه الطفيل مش هتعدي. هم عاملين بقى ايه قناه تهدئه 5 كيلو واخده من مصرف البط لغايه لما توصل للبحر. أيوة. بعد كده تركيب الفلاتر. تمام. هو مشروع حلو مش وحش يعني. يا الله ربنا يعني ربنا ييسر. يعني حتى قناه التهدئه لان البحيره بحيره حلوه يعني على مدرجات. يا باشا ما انا لسه بقول لك اهو، انت بتستعجلني بسرعه وبتسبق الاحداث. انا عايز بالك يا دكتور بلات القش وبلات التب. ايوه يا باشا ما الشراوه مش سد والبحر بتبن. المفرق الصغير اللي كان عندك ده كان فيه فلتر. حرام عليكم عايزين تدوها بتبن ما ينفعش. وعدم القطر رمضان ما ينفعش. عشان خلاص يا جماعه الفيشلايزد طبعا هي مشكلته انه طبعا الانكر اللي موجوده سواء في كل الكراستيشن بارازايت مشكلتها في الانكر وعمليه البايتنج عمليه قرص السمك. وطبعا يعني اما تيجي تشوف اصابه بالطفيليات القشريه في اي مزرعه زي ما قلت لك هتلاقيها كلها اعراض نرفس مانيفستيشن. نرفس مانيفستيشن مشكله الليرنيا ممكن تظهر على كيلز في البقال كافيتي. بتظهر طبعا احنا قلنا اللي هي احنا قلنا السكيل لها دور في عمليه المقاومه. السكيل سفيش عرضه كبيره جدا جدا للاصابه بالقشريات وخاصه اللي هي اسماك في المايه العذبه اسماك المبرو. يعني زي ما قلت لكم اللي هو الكومن كارب رقم واحد، الميرور كارب اللي بعديه اكسيدنتال دي بقى ممكن تلاقيها في الجراس كارب.
ليه؟ المبروك اللي بيسموها المال. بص بص حضرتك، المبروك نوعين، في ما فيش عليه قشور خالص، وفي عليه خط واحد من القشور اللي احنا بنسميه الميرل كارب. وفي حاجه اللي هي البريه، الصوره البريه اللي فيها قشور كتير. تمام. البريه البرتقالي دي شويه. وطبعا عندنا البلاك كارب. ايوه. بس اللي هو بس ما عادش يعني. ده احنا ده كان شيلتون، دكتور شيلتون لما جابه ده ممكن تحط له، احنا عملنا له يعني ايه ريكوردنج، يعني كنا مثلا نحط له 20 كوكع في ال ده بي يا باشا، ده له سنان، شفت سنان الارنب الرابت تيس؟ هم كانوا جايبينه عشان القهوه كانت بيهرس. وين واحنا بقى الصيادين نزلوا اصطادوه. عندكم منه في المفرغ؟ ادي يا جماعه بص، السمكه اللي في النص دي، السمكه اللي في النص دي بالذات دي سمكه مبروك. شفت حد لو حد شغال في مفرخات شوف البيكتورال فين بتاعتها باينه. ايوه ادي الليرنيا اهي، دي شكل الليرنيا تحت بعد ما تصبخها وتشوفها. شوف دي الاثنين اوك بتوع هدول فوق مشهوره قوي بالليرنيا، حتى مسموها ميديا فوق يعني في فوق. في الليرنيا فيها كتير، فيها سمك كتير من زمان مش من دلوقتي. ما احنا قلنا بقى هو احنا الليرنيا جاينا من الصرف السحر. لا بص يا دكتوره، الليرنيا دي زي ما قلت لحضرتك دخلت عن طريق الكارانتين. السمك دخل جه من الصين هديه المبروكه. احنا اول يعني احنا في الثمانينات اشتغلنا في التفريغ بتاع، انا لسه صغير يعني، اللي قبل كده بداوا الشغل في المبروكه في 86. فهم دخلوا دخل هوب، بعد شويه بفتره لقى الليرنيا دي بتنتشر في السمك بطريقه فظيعه. ومشكلتها زي ما قلت لكم ان هي مشكله القرصه بتاعتها، وبتنقل البلاد برازاي اللي هي التربيان سوما والحاجات دي. طب حد يقدر يقول لي تتخلص منها ازاي؟ من الليرنيا؟ في حاجه، في ناس بسبب الكبريتات كبريت النحاس؟ كبريتات النحاس حاجه يعني على السن. طيب برضك عن سعادتك، هي كبريت النحاس حلوه كل حاجه بس هي بتاثر على القلب. تمام تكتب القلب. تمام. يبقى انا اصلحته عضليا. في ممكن في اي مطهر زي فورمالين، ممكن يكون اي حاجه استيلر يعني. هو البيوتوكس احسن نتيجه جابت معانا نتيجه، واحسن حاجه جابت معانا نتيجه بس وخلصت عليها كمان. البيوتوكس تركيز 5/10%. ده تركيزه. تزود الريت بتاع الميه عالي. كنت بقلل وازود منسوب الميه. انا لسه والله كنت لسه هنطعها دلوقتي. اكسر السايكل بتاع الذكور والاناث. ده يا جماعه شوف طبعا دي من سمكه البلطي، هي اكسيدنتالي قوي في سمكه البلطي، يعني حاجه صعبه قوي لما تلاقيها هنا. الاثنين الساكل بتاعها او المبيض لو تيجي تعدهم هتلاقيهم واحد، تلاقي ممكن تلاقي واحد 19 واحد 20. اللي هو الايج دي كله ايج، ساعة ما تنزل على طول تديك ال بيسموها بيوضة ولودة زي ما بيقولوا، تقفص على طول. الكلجس ده فيه اسماك الماء المالحة، ده موجود على الدنيسة يا جماعة، وده عزلته بفضل الله سبحانه وتعالى من الأحواض بتاعة دمياط، عمل مشكله كبيره جدا جدا، وعالجناها بالبيوتوكس قدام الراجل. وعالجناها برضك في احواض هيئه قناه السويس بالبيوتوكس. مده العلاج تقريبا. ايوه ما انت بس عشان تعالجه ازاي، خلي بالك هو مره واحده بس، نزل عمود الميه حوالي 30 يعني. بص ما تلاقيش، ما تحطش عمود ميه الا من 30 ل 50 سم اقل شيء في المشكله. تمام. عشان تخف الدوز. وبعدين تبدا تحط التركيز بتاعك 5/10 لكل 10 لتر ميه تركيز، وتبدا تروح عامل له اسبراي على وش الميه.